مظاهر التكافل الاجتماعي تتجلى في أبهى صورها في قلب مدينة غزة الفلسطينية، حيث يقدم الحساء مجاناً لفائدة جميع الفئات ضمن حملة تآزر كبرى عكف الخمسيني على إحيائها في القطاع طيلة 10 سنوات متتالية. إن شاء الله تعالى هذه بتكون السنة 10 على التوالي بفضل الله عز وجل، في عمل اللي هو طبخ الجريشة في كل شهر رمضان، وبننتظره من الموسم للموسم حتى نقوم في طبخة الجريشة هذه. طبخة الجريشة هذه طبخة تراث من التراث الفلسطيني. بكثير من الشغف ينتظر الحطاب حلول رمضان لعمل الخير، فتجده يقدم طبخة الجريشة أو ذلك المزيج الذي يجمع ما بين المرق والقمح الأخضر القاسي للجميع، حاملين أوعية من البلاستيك أو الألمنيوم للحصول على بعض الحساء قبيل دقائق عن سطح صوت الحق. اليوم أنا جاي أخذ جريشة من عند أبو يوسف، يعني كل رمضان بأخذ عنده جريشة، وأكلها هذه حلوة وزاكة قديمة من زمان، يعني والله بشكره الخير كمان عليه. مع بلوغ معدلات الفقر إلى نسب مرتفعة وفي ظل الحصار الذي فرضه الكيان الصهيوني، كانت حملة الحطاب أكثر حرصاً على استمراريتها ووصولها إلى الأسر المتعففة عبر كافة محافظات قطاع غزة. والله بالنسبة للناس اللي بتيجي مختلفة، في ناس محتاجة وفي ناس مش محتاجة، لكن أنا بالنسبة لي بانظرش يعني لمين اللي إجي، سواء محتاج أو مش محتاج، اللي بيجي بقول له خود. داخل هذا الوعاء الضخم بذور خير تجمعت لتثمر أجراً وإحساناً وتصل إلى أفواه الجوعى والضعفاء، فوضع الحطاب بصمته بين الأزقة والمناطق المهمشة. لكن لما أنا بعرف أنه في واحد محتاج، طبعا هذا بيبقى شغله ثاني، يعني خليها لله، لانه الجريشه يعني مش كافيه انه لا مؤاخذه كل يوم بده ياخذ منها، هذا المحتاج صاحب الحاجه. بفرحة عارمة يتلقى المستفيدون نصيبهم من المساعدات على أمل أن يتحسن واقعهم إلى الأفضل، وأن يبقى الكريم الذي تشاهدون عنواناً للدعم والعطاء والتآزر.